انت كاين بحال هذا ب 30000 ريال. هذا 30 اييه 30000. ايه شحال داير هذا؟ 70000. هذا 70 اييه. دابا الناس كيقهرها غير الهضره الناس قهرها الثمن. ثمينه بحال هكا الحاولي عند هذا السيد ب 70 راه مزيان، اما راه كتلقاهم في الكراجات الاخرين 120 110. مرحبا. حاول تطلع شويه الميكرو اختي. مرحبا اختي. الله يحفظك اودي اختي الله يحفظك. ولا زوينين هنايا. كاين داكشي وكاين داكشي على الفنقي وحاجه مزيانه. تبارك الله. جودة في العلف. شمن مرقد هذا؟ تاونات الحيينة. اجا قرب وحدة الحوالة. مرحبا. سيري. باش معروفين الحوالة ديال تاونات؟ معروفين بالعلف بالجودة ديال اللحم. شنو كيعلفوا؟ الفول والشعير والنخالة. ها العلف اللي كيعلفوا زيدي راه ندير هنا. مرحبا. جايب كلشي عندك هنايا. فهمت. ها انت يا اختي ها العلف اللي كيعلفوا ها. شنو هذا؟ هذا غير الفول مشرد. ها هي والشعير والنخاله. عارفين مزيان تبارك الله. العلف احسن علف واحسن جوده ديال اللحم غادي تكون في البلاصه اللي كاينه هنايا. ها هذه السعاده واد المخازن شارع واد المخازن مدرسه ميامي. شكون عرفوا واش كاين اقبال على الحواله هاد العام؟ وشويه ماشي اقبال بزاف، ولكن الناس الكليان ديالنا اللي كيعرفونا ملي كيتقطعوا عندنا راهم كيجيو لعندنا. بحال لقيتهم والف كتكون الدنيا عامره على كتكون الدنيا عامره، كيكون البيع والشراء، كتكون القصيده ديال الناس واقفين عليك كي الصباح كي العشيه. وهاد العام شويه الناس قلال، الناس ما عندهاش اقبال على الحواله، جاهم الثمن قارهم الثمن. ايوا هادشي اللي كاين. واخا شوفوا اصغر حولي شحال داير الثمن. اصغر حولي الناس كيبغيو يعرفوا. مرحبا. لا ماشي ماشي داك الثمن سمع راه الثمن كيخلع عندنا، غا الناس مخلوعه خال حتى الثمن كيقولوا الثمن الحولي كيقولوا الثمن كاين بزاف مخلوعين كيقول لك 20 100. ها انت كاين بحال هذا ب 30000 ريال. هذا 30 اييه 30000. ها انت كاين اكبر حولي ها هو فينا هو ها اكبر حولي ب 70000. ها ها انت يا اختي ها شحال داير هذا؟ 70000. هذا 70000 اييه. دابا الناس كيقهرها غير الهضره الناس قهرها الثمن كيقولوا الثمن. واش هذا الحولي هذا غالي ب 70000؟ ما غاليش. كيجاكم الحولي زوين؟ الله يلا زوين. هاك دوين هاك اختي هاك هاك الله يحفظك. اه هضري غير هضري. هذا اثنين؟ اه اثنين اختي. اه سولوك بالنسبه للاثمنه كيجاك الحوله؟ هاد بهاد الاثمنه بحال هكا الحولي عند هاد السيد ب 70 راه مزيان، اما راه كتلقاهم في الكراجات الاخرين 120 110 زعما راه داير ثمن زوين. لا سولنا 110 120. اما دابا هاد الحولي عجبني انا الصراحه هذا ب 70 راه مزيان ثمن راه زوين. لا والله حتى زوين مبيوع وكليان مع عندنا خطاوه قال لك غير كاين الثمن جاهم الثمن درتي في السواق؟ درتي درنا في السواق الرحبه قال لك هذا العام ما غي ما خلاهمش يحطوا ولا ما عرفت المهم ما غيحطوش هذا العام. مشينا للكراجات راه كاين الشحط والناس اكثرين مسكينه راه ما كاين اللي معيد وكاين اللي ما معيدش الله يحسن العون. اما باش تلقاي هذا الحولي بالثمن والله ما تلقاي والله العظيم اختي. شكرا تبارك الله عليك لاله.